أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا صلى الرجل وهو على جنابه هل يعتبر هذا الفعل ردة عن الإسلام؟ إذا كان متعمدا فهو خطأ. الحنفية يرون أنه لو صلى متعمدا وهو على غير وضوء أنه يرتد عن الإسلام، لأنه يصير مستهتر، يصير مستهترا بالصلاة. هذا الأمر خطير جدا. نعم.